اجتماع لممثل الأحزاب بالتأسيسية لبحث المواد محل الخلاف بالدستور. الأحزاب الإسلامية تحدد اليوم مصير جمعة تطبيق الشريعة. وقفة ل27 حزبا وحركة إسلامية وثورية للمطالبة بإقالة النائب العام. بعثة صندوق النقد الدولي تصل القاهرة للتفاوض حول القرض الذي تطلبه مصر. القضاء الإداري ينظر دعويين تطالبان الرئيس مرسي بتعديل اتفاقية كامب ديفيد وغلق الأنفاق مع غزة. القضاء الإداري ينظر دعوى الإفراج الصحي عن مبارك وأخرى تطالب بالكشف الطبي على الرئيس مرسي. القضاء الإداري يصدر حكمه في قضية بطلان عقد استغلال منجم السكري للذهب وإعادته للدولة. جناح الأقصر تنظر اليوم أولى جلسات قضية معلمة قص الشعر. تواصل الجسر الجوي لمصر للطيران لإعادة الحجاج عقب انتهاء الحج. دي كانت أهم الأخبار، أهم أخبار يوم الثلاث 30 أكتوبر 2012. أما التحليل الخاص بالأستاذ باسل رمسيس الكاتب الصحفي ومخرج الأفلام الوثائقية فهنتعرف عليه من خلال لقائنا معه. صباح الفل يا أستاذ باسل. صباح الخير. إزاي؟ أهم ما لفت نظرك من أخبار، سواء الأخبار اللي موجودة واللي سمعناها دلوقتي أو المنشورة في الصحف الصادرة صباح اليوم. هو كان أكثر حاجة لفت نظري بداية وأنا بشتغل على الجرانين هو الجزء اللي فوق من الشروق. في ثلاث أخبار جنب بعض، ملخصات أخبار، ورأيي إن هم بيدوا دلالات مهمة. في فكرة إن السلفية الجهادية ما بتعترفش بشرعية مرسي وبتدعوه للتوبة. في أمن المنيا اللي لغى حفل غنائي بضغط من الإسلاميين اللي اتجمهروا اللي وقفوا قدام مكان الحفل بعد ما بدأ بساعتين. وتعليقات الناس في تويتر وفي فيسبوك والنكت اللي اتعملت على موضوع كسر حاجز الصوت اللي هو الليله اللي فاتت. وانا رايي ان هما الثلاث حاجات ليها دلالات مهمه في اللي احنا عايشينه الفتره طب ايه الدلاله اللي بناخدها من كل خبر على حده؟ لو هنتكلم مثلا على تصريحات السيد عشوش القيادي في السلفيه الجهاديه ان احنا لا نعترف بشرعيه مرسي وندعوه للتوبه، ايه الدلاله؟ الدلاله الاساسيه ان لما بتخش في منطقه شرع الله وعلاقته بالحكم، علاقته بالسياسه، علاقته بالاقتصاد، فبالتالي مفيش حكر على حد في الكلام وفي تفسير الشريعة. وبدخلنا منطقة خطر إن ممكن أي حد يكفر أي حد، ومنطقة المزايدة باسم الدين وتفسيرات مختلفة جدا بربطها بالسياسة، ودي منطقة من وجهة نظري خطر وهتبقى موجودة بشكل واضح وبشكل خطر الفترات اللي جاية. هو كمان قال سيد عشوش الرئيس جاء بانتخابات غير شرعية ولم يعلن حاكمية الكتاب والسنة ونطالبه بنبذ الحكم بالدستور والقانون، وتحدث عن الأخوان المسلمين ووصفهم بأنهم نفعيون ويجيدون عقد الصفقات السرية والسلفية الحزبية خرجت من جحر أمن الدولة، وهذا على مسؤولية الأستاذ عشوش القيادي في السلفية الجهادية. قال كمان إحنا في حرب مع أمريكا وإسرائيل ومش هنستسلم، وتنظيم القاعدة هو الأمين على مقدرات المسلمين، وأنه لو أنصفت الثورات لو أنصفت الثروات ثورات العربية أو ثورات الربيع العربي لاتخذت بن لادن أسامة بن لادن كرمز للبطولة والفداء. طيب ما هو دي المشكلة. المشكلة إن أنا ممكن أرفض انتخابات الرئاسية الأخيرة، ممكن أشكك في كيفية إزاي الرئيس مرسي نجح، ممكن يعني العملية نفسها أنزع عنها الشرعية بمناقشات سياسية وبخناقات سياسية. بس فكرة إن ده يبقى ليه علاقة بربطه بالكتاب بالسنة بالشريعة، هي دي من وجهة نظري المشكلة، وهي دي اللي بتدخلنا أصلا
بنخش فيها غصب عننا لما الدين بيبقى موجود جوه السياسه. طبعا عندنا الخبر الاخر حضرتك برضو اشرت اليه استاذ باسل، وهو انه امن المنيا يلغي حفلا غنائيا بضغوط من الاسلاميين، والجماعه الاسلاميه بتقول انه شبابنا سمعوا ان الحفل ده هو حفل تبشيري. طبعا احنا مش فاهمين يعني ايه حفل تبشيري، بس هم شافوا ان هو حفل تبشيري وبالتالي وقفوا وهتفوا اسلاميه اسلاميه. هذا ما قاله متحدث باسم الجماعه الاسلاميه. اما منسق الحفل حفل فريق قلب مصر فقال انه الفريق بيضم 55 مسلم ومسيحي وبيلتقوا على حب الله والوطن من خلال هذه الحفلات. طيب احنا كمان عندنا خبر متعلق ب اجتماع هيعقد النهاردة لممثلي الأحزاب السياسية بالجمعية التأسيسية المعنية بوضع الدستور لبحث المواد محل الخلاف، وهيكون في هذا الاجتماع من المفترض الأستاذ يونس مخيون عضو الجمعية التأسيسية عن حزب النور السلفي، هو معانا على التليفون. صباح الخير دكتور مخيون، أهم ما سيتم مناقشته خلال هذا الاجتماع اليوم. اهلا وسهلا بحضرتك وبالساده الضيوف والساده المشاهدين. اهلا وسهلا. حضرتك الاجتماعات ديت ليس هو الاول اجتماع من نوعه، ولكن هي سلسله من الاجتماعات. بس هو الاول اعتقد بعد الحكم باحاله التاسيسيه الى الدستوريه. ايوه نعم، هي سلسله من الاجتماعات التفاوضيه والتشاوريه بين الاحزاب والقوى السياسيه التي لها تمثيل داخل الجمعيه التاسيسيه. وكذلك بعض الشخصيات العامه الموجوده داخل الجمعيه. وكان في عده مواد حولها يعني اختلاف، فوجدنا وراينا ان يكون عليها توافق سياسي الاول، منها الماده الثانيه من الدستور وبعض المواد الخاصه بالباب الحقوق والحريات وكذلك حقوق المراه وكذلك النظام الانتخابي وكذلك سلطات رئيس الجمهوريه. في عده مواد تحتاج الى نوع من التفاوض. طيب استاذ او الدكتور فريد اسماعيل عضو الحريه والعداله قال انه كان في 12 ماده كانت محل خلاف بين القوى السياسيه او اعضاء التاسيسيه بشكل عام، ولكن تم حسم الخلاف حول 8 وتبقى 4 فقط. هل ده حقيقي يا فندم؟ 4 فقط هي دلوقتي مواد محل خلاف؟ يعني تقريبا احنا حسمنا يعني كثيرا من المواد وباقي. طب اهم المواد اللي حسمتوا الخلاف حولها؟ بالنسبة للمادة الثانية، احنا بداية كحزب النور كسلفيين كنا بنطالب ان تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ولكن وجدنا ان معظم الأعضاء منهم الإخوان وممثلي الأزهر والليبراليين قدموا اقتراحات بأنها تكون المبادئ. فاحنا قلنا المبادئ دي كلمة مبهمة مطاطة لعدة تفسيرات، فالمهم حلا للأزمة قدمنا بديلا آخر أن يكون الأزهر الشريف هو الذي يقوم بتفسير كلمة مبادئ، واتفقنا على ذلك في لجنة المقومات، ولكن حدث تراجع من الاتفاق حصل بين كل القوى السياسية ولا القوى الإسلام السياسي فقط؟ نعم حضرتك، بالنسبة لهذه المادة كان إحنا كسلفيين كنا بنحكي أن تكون الشريعة فقط وباقي القوى تقول المبادئ، واحنا طبعا لدينا مبررات ولنا اسبابنا ان احنا لدينا بالشريعه. ولكن الازهر الشريف بقياداته وفضيله الامام الاكبر يعني كانوا رافضين لفكره ان تكون للازهر المرجعيه في هذا في تفسير كلمه مبادئ. حضرتك احنا في لجنه المقومات معانا ممثلوا الازهر الخمسه، وافقوا جميعا بالاجماع وافقوا في النهايه على ان يكون الازهر المرجعيه، ولكن فوجئنا ان ثاني يوم او بعدها بيومين ان الازهر تراجع وشيخ الازهر اصدر بيانا ان الازهر يرفض ان يكون المرجعيه في تشكيل كلمه مبادئ. طب يعني عاد الخلاف مره ثانيه. طيب في تصريحات على لسان حضرتك دكتور يونس مخيون قلت فيها ان انتوا هتطالبوا كحزب النور بوضع ماده تقيد الحريات العامه بالنظام العام. حضرتك اولا بالنسبه للماده الثانيه اخيرا استقرينا على تفسير كلمه مبادئ وان توضع في الدستور، وفعلا هيئه كبار العلماء الازهر الشريف ارسلت الينا تفسيرا ووضع في المسوده ماده 221 وانتهى الامر عند ذلك. بالنسبه لباب حقوق الحريات دي مش ماده مقيده، ولكن لا يوجد في العالم ان في حريه مطلقه، ولكن في يعني ضبط للحريات وفي قيم لاي مجتمع لا ينبغي ان يتم تجاوز هذه القيم، فاحنا كان فيه مقترح وهذا المقترح ليس من حزب النور فقط ولكن باجماع لجنه الحقوق والحريات بما فيهم رئيس اللجنه المستشار ادوارد غالي، وافقنا جميعا بالاجماع على وضع هذه الماده
ونص هذه المادة يعني معناها. طب مش شايف حضرتك ان النظام العام هنا دي كلمة فضفاضة شويتين ثلاثة عشرة؟ يعني ازاي ممكن نربط حرية اي مواطن بفكرة النظام العام؟ الكلام حضرتك لما اكمل فكرتي يعني طرتني لان اكمل حديثي. فاحنا هذا المقترح باجماع لجنة الحقوق والحريات وكلهم قامات وناس عارفة بتقول ايه وعارفة ماذا تقول. مفهوم يا فندم. حضرتك احنا كان نص المادة كالاتي ان ممارسة الحقوق والحريات في هذا الباب بما لا يتعارض مع قيم المجتمع ونظامه العام. أي مجتمع له قيم وله نظام عام لا ينبغي أن يتجاوز تحت مسمى. مرة أخرى سؤالي هو ألا ترى دكتور مخيون أنه كلمة النظام العام وقيم النظام العام للمجتمع أنها كلمة فضفاضة ومتغيرة ونسبية؟ لا 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 حضرتك اي مجتمع في العالم له نظام عام وله قيم لا يمكن تجاوزها. احنا عندنا حضرتك في اوروبا ممنوع الحديث عن اليهود، ممنوع الحديث عن محرقه الهولوكوست، من تكلم في ذلك يسجن 6 سنوات. ومعنى حديثها مكذوبه. ولكن احنا كمجتمع مسلم لنا قيم لا يمكن ان يتم تجاوزها. يعني ما نقدرش نقول ان هو مجرم في العالم، ولكن يعني ربما في تجريم في التعامل معها بشكل او باخر، ولكن برضه نتحدث عن مجتمعنا. ايه هي مثلا النظام العام لمجتمعنا المصري؟ يعني حضرتك هضرب لك مثالا قريبا حدث منذ عده شهور، ان فتاه من مصر تحت مسمى حريه التعبير والتعبير عن الراي صورت نفسها عاريه تماما ونشرت صورتها على النت وشاهدها ملايين البشر على مستوى العالم تحت مسمى حرية الرأي. فهل هذا مقبول في المجتمع المصري؟ هذا لا يقبل. إذا لم يوضع هذا القيد ممكن أي واحدة تفعل ذلك وتتحجج بالدستور ويكون دستور سندا لها إلا بتعبر عن رأيها. طب ولكن هل رأيت هذه الظاهرة تكررت مثلا بشكل كبير خلال السنوات الماضية؟ أصبحت ظاهرة وبالتالي مهمة أن احنا نضع هذه المادة؟ نحن نضع دستورا لعقود قادمة، وفي نفس الوقت يرد على من يريد أن يضع مادة تمنع التجار بالنساء. هل في مصر في تجار بالنساء او منع الرق؟ هل في رق في مصر؟ في عبوديه في مصر؟ في يعني المفروض يعني في تجاره بالقاصرات وفي الزواج السياحي وما الى ذلك. حضرتك لما اكمل فكرتي، هنا الليبراليين يصرون على وضع ماده تمنع الرق وتمنع العبوديه والتجار بالنساء، مع ان هذه ليست ظاهره على اطلاق المجتمع المصري، فلماذا يصرون على وضعها؟ يعني حضرتك شايفه التي تعرت هي ظاهره، اما يعني فكره زواج القاصرات الذي وزواج السياح المتكرر سنويا وموسميا وربما يستمر طوال العام مش ظاهره؟ نحن نرفض ذلك تماما، نرفض زواج السياح وهذا محرم شرعا. وهذا لا يعتبر زواج شرعا، الزواج لمده معينه او زواج المتعه او زواج السياحي هذا محرم شرعا. طب لما تيجي النهارده تلاقي مثلا حادثه زي اللي حصلت امبارح في المية يا فندم، انه يعني الجماعه الاسلاميه وقفت امام المسرح اللي كان من المفترض ان يكون فيه حفل غنائي لفريق قلب مصر، لمجرد ان هم سمعوا ان الحفل تبشيري وقفوا هتفوا اسلاميه وهددوا الاعضاء الفريق والحضور بالعنف، وبالتالي تم الغاء الحفل. هل شايف انه هنا في استخدام لفكره النظام العام بشكل استباقي؟ حضرتك احنا لابد من التثبت من الاخبار من الخبر، لان كثير من الاخبار لا تكون صادقه وتكون غير دقيقه. الامر الثاني لا يقاس على هذه الامور، احنا بنضع دستورا لعقود قادمه. طب يعني لا نقيس على حوادث وعلى ظواهر، ولكن نقيس على حاله فرديه واحده في تاريخ مصر لبنت قررت بشكل مختلف ان تتعرى؟ أرجوك أن تتركيني أن أكمل حديثي، أنت عارف سألتيني فتركيني أن أكمل حديثي وفكرتي حتى فكرتي منقوصة وتصل للسادة المشاهدين. إحنا كمجتمع مصري شعب متدين مسلم لا يسمح أن واحد تحت حرية الإبداع أن يؤلف كتابا فيه استهزاء بالدين أو استهزاء بالذات الإلهية أو ازدراء، هذا كلام غير مقبول بالمرة. كما نشر كتاب من قبل أحشاب وليمة أحشاب البحر تستهزئ بالله سبحانه وتعالى. طب هذا كان كاتب، حضرتك عارف جنسية هذا الكاتب يا دكتور مخيون؟ لابد من مراعاتك. طب دكتور مخيون، كل مجتمع له قيم وله نظام. تمام عارف. طيب دكتور مخيون بعد إذن حضرتك، وليمة أحشاب البحر هذه الرواية اللي أثرت جدل كبير، هل تعرف جنسية مؤلفها؟
نعم. هل تعرف جنسية مؤلف هذه الرواية؟ هذا سوري. سوري. طيب يعني طب إذا وضعنا هذه المادة لدينا في مصر وجاء إلينا هذا الكتاب أو هذه الرواية من سوريا أو من أي دولة في العالم، إذا يعني هي في النهاية في حرية في تناقل المعلومات وتناقل الإنتاج الأدبي أو الفكري لأي من المبدعين. حضرتك لا يوجد في العالم حاجة شيء اسمه حرية مطلقة. لا يمكن. في الدستور اليوناني، الدستور اليوناني فيه مادة في الدستور أي جريدة تهين رئيس الجمهورية تغلق فورا. طيب طيب دكتور محيون، هل ستشاركون في جمعة الشريعة أو مليونية الشريعة؟ بالنسبة لمليونية الشريعة هذه احنا الدعوة السلفية لم تدعو لها، اللعب إليها ما يسمى بالجبهة السلفية، ولم يتم التنسيق مع الدعوة السلفية ولا مع الإخوان ولا مع القوى السلفية، فهي لا نعرف من الذي دعا إليها والأمر تحت البحث. طب ده النهاردة في اجتماع لأعضاء حزب الحرية والعدالة والجبهة السلفية والرابطة الوطنية الإسلامية وحملة حازمون ومجلس أمناء الثورة بالإضافة إلى حزب البناء والتنمية. احنا كدعوة سلفية لم ندعو اليها وحزب النور لم ندعو اليها، والامر ما زال تحت البحث، وغدا ان شاء الله نحدد موقفنا من هذه المليونية ان شاء الله. ان شاء الله. طيب اخر سؤال دكتور مخيون، الاستاذ احمد عشوش القيادي في السلفية الجهادية قال للشروق انه السلفية الحزبية خرجت من جحر امن الدولة، كيف ترى هذا التصريح؟ عشوش هذا لا قيمة له على الساحة على الاطلاق، ولكن انا ارى ان وسائل الإعلام بتركز على الأفكار الشاذة وتحاول تضخمها، هذا لا يمثل شيئا على الإطلاق على الساحة، وليس له أتباع لهم ثقل ولا لهم وزن، هم يعتبروا عدة عشرات، فلا يعني هذا لا يمثل الشواذ، لا يقاس عليهم، وهذا الكلام كلام غير منطقي وغير معقول، وأفكاره كلها أفكار يعني تعتبر أفكار متطرفة، فهذا الكلام لا يعول عليه ولا يقاس عليه، ولا يعني الاتجاه العام الإسلام في مصر سواء احنا كدعوه سلفيه او حريه وعداله او بناء وتنميه جماعه جماعه يرفض هذه الافكار الشاذه، ونرجو من الصحافه وسائل الاعلام الا تركز على هذه الافكار ويكون الغرض من التركيز عليها وتشويه صوره الاسلاميين او يعني في اطار الحريه، في اطار حريه النشر وحريه السؤال وحريه الاجابه وحريه طرح كل شيء على المواطنين، من المهم انه كل شيء يطرح دكتور مخيون، وفي النهايه المواطن المصري بما لديه من خبره وقدره على التمييز يصدق ما يصدقه ويتجنب ما يتجنب. نعم، انا متفق معاكي، ولكن يوضح في حجمه الحقيقي، يوضح فيها حجمه الحقيقي، ولا يصور ان فكر احمد عشوش او السلفيه الجهاديه لها وجود في مصر. على الاطلاق السلفيه الموجوده في مصر بعيده عن هذا الفكر التصادمي. ولا يقاس عليها، وديت اعداد. اذا لا يقاس عليها ولا تعترف بها. بشكرك شكرا جزيلا دكتور يونس مخيون عضو الجمعيه التاسيسيه للدستور عن حزب النور السلفي. تعليقه. انا عندي كذا تعليق، مش تعليق واحد يعني، بس عايز صحح معلومتين اللي هو الدكتور يونس قالهم مش معلومات صحيحه. مش حقيقي ان في اوروبا ممنوع الكلام عن اليهود ولا الكلام عن المحرقه. انا بقالي 14 سنه عايش في اوروبا وعارف كويس قوي ان اي حد ممكن ينشر. عايش في اوروبا، يمكن عايش في اسبانيا وبتحرك في فرنسا، بتحرك في المانيا يعني، بس عايش في اسبانيا بشكل اساسي. عايش في المانيا؟ لا يعني بتحرك في الاماكن دي، واتحركت في اشتغلت الأماكن دي. في الاماكن دي. هل لما بيذكر الهولوكوست او كلام عن محرقه اليهود او كده في محاذير في التعامل مع الهولوكوست، بس مش حقيقي ان هو ممنوع الحديث عن دوت او ان بيتم محاكمه اللي بيتكلم عن الهولوكوست. مش حقيقي ان في قانون في اليونان بيمنع اهانه رئيس الجمهوريه، فاي دوله اوروبيه رئيس الجمهوريه الجديد بيتعمد بانه بيتقلص عليه في التلفزيون وفي الجرانين ويتعمل عليه كاريكاتير ويتم انتقاده، لان دي وظيفته. وظيفته ان هو يبقى شخصيه عامه وان احنا ننتقده، وممكن بيحصل احيانا كمان سب، وانا ما بدعيش للسب، مش بدافع عن السب، لكن ما فيش فكره المحظور ده ان رئيس الجمهوريه رمز وطني وما ينفعش الكلام معاه، فهو بس معلومتين. واحنا كمان حتى في تاريخنا يعني ودستور 23 كان بيضمن حق اي مواطن مصري في السخريه من طبعًا اي مسؤول، لانه شخصيه عامه، وانا اتذكر يعني بالزبط شخصيه سنهوري باشا لما تم الاستهزاء به من خلال احد شيوخ الازهر وسخر منه، رفع قضيه ولكن محكمه الجنايات برأته في النهايه.
بالظبط، وهو دي دلاله بتاعت الخبر الثالث اللي هو مرسي صاحب اول خضه جويه. لان يعني احنا فعلا شعب اللي ما حدش هيعرف يسكته دلوقتي، ولا يمنع عنه السخريه ولا يمنع عنه الكلام وان هو يقول رايه. يعني خلاص ده خلص، يعني مبارك ما عرفش يعملها. طيب. فاللي بعد مبارك مش هيعرف يعملها. طيب. بس انا يعني لو تسمحي نكون يعني على نفس الموجه، مرسي صاحب اول خضه جويه ده في الصفحه الثالثه من جريده شروق، وشلال نكت على الانترنت بعد كسر طائرات حربيه حاجز الصوت خلال تدريب، واللي كسر حاجز الصوت يصلحه. طبعا المصريين وخاصه المقيمين في القاهره الكبرى بشكل عام صحيوا الساعه 5:30 فجرا على صوت انفجار رهيب، واحيانا يعني كما ذكر البعض كان بيتوالى اشتغال أجهزة الإنذارات في العربيات نتيجة للهزة اللي نتجت عن الصوت. مباشرة كان في هذا الكم من السخرية والنكت، وطبعا صاحب أول خضة جوية بدل ضربة جوية، وفي نفس الوقت قالوا أنه فيليكس هو أول من كسر حاجز الصوت ولكن احنا كمان كسرناه. المتحدث العسكري قال انه ده كان تدريبات وكان محاولة لاختبار اجهزة انذار الدفاع الجوي. ما هو ده اللي غريب برضو، ان هو بيختبر اجهزة انذار الدفاع الجوي الساعة 5:30 الصبح. فده فشوية ملفت للنظر، وملفت للنظر هو يتعمل قريب من القاهرة، لان احنا عندنا صحراء كتيره من الشرق والغرب. الحقيقه دي ما كانتش اول مره، اول مره كانت تقريبا في يمكن شهر يوليو او يونيو مايو 2011 وقت اتذكرها جيدا، بس كنا الصبح كنا تقريبا الساعه 11 او 10:30 صباحا. يعني هو عموما يعني التفصيله في حد ذاتها مش يعني مش مهم، انا اللي كنت بعلق عليها هو فكره ان فعلا موضوع يعني موضوع ايه الحريه المطلقه، ونقول ايه وما نقولش ايه، ونعمل ايه وما نعملش ايه، وايه النظام العام. احنا دلوقتي في ثورة، يعني مش خارجين من ثورة يعني، والثورة دي اتعملت لان الناس قررت ان هي ما تفضلش ساكتة، الناس قررت ان ما حدش يقول لها اعملي كذا وما تعمليش كذا، ان هي تاخد يعني. هو فعلا الخناقة الاساسية ايه؟ الخناقة الاساسية القرار والسياسة تبقى في الشارع، ولا تبقى في الاوضة المقفولة اللي فيها مجموعة ناس بيقرروا نظام حياتنا واسلوب حياتنا ماشي ازاي. فالمفروض احنا اللي بنقرر دلوقتي. لو علياء المهدي اللي هو دكتور مخيون اتكلم عنها، عملت صورها عريانة وحطتها على بلوج شخصي، ما خرجتش الشارع، فهو يعني المفروض ان هو الدكتور يونس ما يخشش على صفحة علياء المهدي يتفرج على صورة واحدة ست عريان لو هو مش عايز يتفرج عليها، لكن لو في حد تاني مهتم ان هو يشوفها ممكن يخش. وهي دي المشكلة في موضوع امن المنيا. احب افكر حضرتك بحادثة حصلت من فترة، اللي هو الشاب بتاع السويس اللي اتقتل وهو قاعد مع خطيبته، لان في ثلاثه بعتقد ان هم مستلفين او ده على الاقل ال 12 ساعتها، شافوا ان هو قاعد مع بنت في مكان في جنينه فقرروا ان هم يمشوه. الولد رفض ان هو يمشي، اتضرب ومات. ساعتها في قياده امنيه طلعت قالت ان هو لو كان وافق ومشي ما كانش حصل وما كانش مات. ده اسمه بلطجه، ده يعني تعريفه العلمي بلطجه. بلاش تعملي البرنامج بتاعك بالطريقه دي. فتقولي لي لا ده البرنامج بتاعي ما اتفرجش عليه. فبالتالي ابتدي انا اعمل اجراءات او امارس عنف ضدك. وبالتالي بما انك انت رفضتي تاخدي بالقرار اللي انا يعني بوجهه نظري، فمسؤوله عن اي عنف انا اعمله. لا، اللي بيمارس عنف هو المسؤول عن العنف اللي بيعمله اللي بيمارسه. في دوله قانون المفروض تحاسب الناس. المشكله بقى في موضوع المنيا ايه؟ ان كمان لما الاسلاميين راحوا علشان يتظاهروا ويمنعوا الحفله، مسؤول امني قرر ان هو يلغي الحفله من غير ما يرجع للمسؤولين. قرر علشان يعني يحقن الدماء عشان ما يحصلش مواجهات ما بين الطرفين. وهي دي المشكله، ان النوع ده من الحاجات من الممارسات هيتكرر كتير بناء على تصورات معينه عند ناس معينه، ايه هي الحريه وايه هي القيم وايه هو نظام المجتمع. وهي دي مشكلة الحقيقية في الموضوع. امبارح كان في حدث مهم جدا، الأقباط ذهبوا للكنيسة وتحديدا 2412 من الأخوة الأقباط ذهبوا إلى الكنيسة لاختيار ثلاثة من المرشحين الخمسة على كرسي البابوية، وبالفعل تم اختيار ثلاثة، ولكن وكما ذكرت المصري اليوم في عنوانها وكما ذكر العديد
العديد من الأقباط، الرب يختار البابا يوم الأحد. وطبعا الإشارة هي إلا أنه بعد ما كان في اختيار لثلاثة هيكون في اختيار من خلال طفل صغير معصوب العينين، هياخد اسم من ثلاث أسماء في ورقة هيفتحها، وفيما بعد هذا الاسم هو من سيصبح البابا 118 في تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية. خلونا نشوف تقرير نتعرف فيه على أهم ما كان بالأمس، ونرجع نتعرف على تعليق الأستاذ باسل رمسيس. أسدل الستار على المرحلة قبل الأخيرة من الانتخابات البابوية بثلاثة مرشحين من بين خمسة في انتظار القرعة الإلهية. الفائزون الثلاثة هم الأنبا رافائيل والقمص رافائيل أفامينا والأنبا تاودراوس. الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس القاهرة يعد الأكثر شهرة بين المرشحين الخمسة، رغم أنه يفضل الابتعاد عن الشهرة والأضواء، ويوصف بأنه تلميذ الأنبا موسى أسقف الشباب. الأنبا رافائيل من مواليد عام 1958، حاصل على بكالوريوس طب وجراحة من جامعة عين شمس عام 81، ثم حصل على بكالوريوس الكلية الإكليريكية عام 84، وعمل طبيبا قبل أن يتجه للرهبنة عام 90، ثم رسم أسقفا في عام 1997. القمص رافائيل أفامينا ولد في رود الفرج بالقاهرة عام 1942، تعلم على يد البابا الراحل كيرلس السادس البابا رقم 116 في تاريخ الكنيسة، يعتبره مؤيدوه خليفة البابا كيرلس، وله حضور كبير بين الرهبان والشعب القبطي نظرا لاختياره من قبل البابا كيرلس السادس في عام 1965 ليكون تلميذا له وشماسا خاصا، وقد ظل لصيقا له حتى نياحته في 9 مارس عام 1971. والأنبا تاودراوس أسقف عام البحيرة، فهو تلميذ القائم مقام البطريرك الأنبا باخوميوس. ولد الأنبا تاودراوس في عام 1952، تخرج في كلية الصيدلة جامعة الأسكندرية عام 1975، ثم حصل على بكالوريوس الكلية الإكليريكية عام 1983، كما حصل على زمالة هيئة الصحة العالمية من إنجلترا عام 1985. بعدها دخل الرهبنة في عام 1988 بدير الأنبا بيشوي، ورسم أسقفا في عام 1997. وفي انتظار القرعة الهيكلية يعلق الأقباط الآمال على أول بابا منتخب بعد الثورة، وسط تحديات تتنوع بين تعديل لائحة عام 57 يرى فيها بعض الأقباط أساس العقدة ومفتاح الحل، وصياغة علاقة بين الكنيسة والدولة تقوم على إدماج الأقباط في شتى مناحي الحياة السياسية والحفاظ على وحدة النسيج الوطني ووأد أي محاولات للفتنة الطائفية. إذن كان يوم مهم جدا بالأمس، وكان يوم تاريخي، والحقيقة كان يوم بالفعل هو درس في الديمقراطية ودرس في عملية انتقال سلطة بشكل أو بآخر، ولكن بشكل سلمي وبشكل ديمقراطي وبشكل تم التوافق عليه، ولكن سبقوا الكثير والكثير من النقاشات، الاتفاقات ربما، واستبعاد أسماء بعينها كانت تشكل خلاف وجدل، إلى أن تم الاستقرار على 17-5 وفيما بعد 3. كمصري وكقبطي أستاذ باسل رمسيس، كيف ترى نتائج الأمس؟ يعني هو أنا أتكلم كمصري، يعني أنا مش متعود أن أنا أتكلم باعتباري مواطن قبطي، أنا مواطن مصري بالخلطة اللي موجودة عند كل المصريين. تأكيد. يعني طبعا يعني البابا الجديد جاي في فترة حرجة جدا، بيواجه من وجهة نظري 3 مشاكل أساسية. دولة دينية بدأت تتأسس، دولة دينية أم خطر دولة دينية؟ يعني في بداية ملامح لدولة دينية، رغم أن أنا ممكن أكون متفق مع ناس كتير بتقول أن الدولة الدينية دي لسه ما ترستيتش،
وغالبا مش هتترستر، ونتمنى ان هي ما يحصلش، وان احنا لسه المرحله الثوريه اللي بدات في 25 يناير لسه ما خلصتش ولسه فيها حاجات كتيره هتحصل. فلكن في اسلاميين ماسكين السلطه دلوقتي وماسكين الجهاز الاساسي للدوله، ده المساله، دي المساله الاساسيه. المساله الثانيه نسبة الشباب المتمرد جوه الكنيسة اللي شاركوا في ثورة يناير وشاركوا في كل الاحتجاجات اللي بعديها نسبة عالية مش هينة. والحاجة الثالثة ان احنا في عصر جديد اصلا، في فضائيات مسيحية وفضائيات اسلامية وفي فضائيات متنوعة من كل الانواع ومش بالضرورة تابعة بشكل او باخر بشكل رسمي للكنيسة. بالضبط. فالكنيسة في الاخر ما بقتش زي زمان اللي هو السور اللي بيقدر يحكم الناس. وهم دول الثلاث صعوبات اللي بتواجه البابا الجديد. الناس بتتكلم بشكل كبير جدا على صعوبة رابعة وهي اللائحة 57 اللي كتير جدا شايفينها بتمثل عائق امام تطور يعني العملية داخلية طبعا. طبعًا. بس يعني مش دي المشكلة الأساسية في الديمقراطية هو الكنيسة. الكنيسة جهاز غير ديمقراطي، السلطة الكنسية أصلا جهاز غير ديمقراطي. سلطة البابا شنودة الله يرحمه كانت شبيهة بسلطة مبارك ومتوازيتين بالمعنى ده. اللي أنا أتمناه من البابا الجديد أني ما يلعبش دور سياسي، وأني رجال الدين بشكل عام ما يكونش ليهم دور سياسي في المجتمع ده، يبقى ليهم دور ديني، دور روحاني، بس ما يبقاش بقاش فيه الدور السياسي ده. وده في الحقيقه ده اللي صعب ان هو يتحقق، لان وجود سلطه الاخوان وجود بابا، لان الثلاث اسامي الاخيره ما فيش ولا اسم منهم اللي هو كان ليه علاقه بالحياه العامه او بالسياسه بدرجه ما، وما فيش حد منهم اللي هو ليه شهرة ما بين الشعب المصري بالدرجة اللي تديله فكرة الإيد القوية اللي كان مشكلها البابا شنودة. فهو بالتالي دي نقطة ضعف، بس هي كمان نقطة قوة، لأنه ده بيسمح لقطاعات واسعة من المصريين المسيحيين إنهم يشاركوا في الحياة السياسية بره أسوار الكنيسة مش عبر الكنيسة، وهو ده المهم الفترة الجاية من وجهة نظري. طيب، من المصري اليوم الصفحة الأولى: الخلية الإرهابية خططت لتفجير الداخلية ومؤسسات حيوية والمتهمون أعدوا كواتم للصوت لتنفيذ اغتيالات، وواشنطن حذرت القاهرة من عمليات خلال العيد. والحديث عن الخلية الإرهابية اللي تم ضبطها في مدينة النصر. أما من جريدة الوطن: القبض على ثلاثة عناصر من خلية مدينة نصر في سيناء، وتحذيرات من عمليات تخريب في القاهرة والمحافظات، ضبط أجهزة اتصالات دولية وشحنة متفجرات بحوزة 4 في الشيخ زايد. أنا مش مستريح قوي تجاه القصة دي. ليه بقى؟ لأني شايف أن توقيتها وتوقيت ظهورها ملفت للنظر. الموضوع ممكن يبقى أصغر من كده وبيتم تضخيمه، علشان بيتم تضخيمه من قبل الشرطة متوازي مع عودة الشرطة بالشكل اللي أنا من وجهة نظري في فجاجة ومحاولة ترسيخ أو إعادة صورة الشرطة بتاعت قبل يناير 2011. في مقال لطيف وكذا حد، مش بس هو يعني، بس في مقال لطيف لوائل عبد الفتاح في التحرير بيتكلم عن ده. يعني بيتكلم عن ان سلطه الاخوان، ان محمد مرسي ما بيحاولش ان هو يغير السيستم بتاع جهاز الشرطه، هو بس بيحاول يستخدمه لفرض القبضه الامنيه من اول وجديد. في احداث زي يعني مثلا احنا بنمر دلوقتي بذكرى استشهاد عصام عطا جوه السجن. بالظبط. من يومين تم تلفيق قضية، محاولة تلفيق قضية مخدرات لناشط سياسي. بالضبط. وغيره من يعني خالد السيد على ما خالد أعتقد السيد مسك متهمه حشيش، رغم أنه هو معروف أنه ما بيدخنش حشيش. يعني في مجموعة حاجات اللي هي رجوع الشرطة بالطريقة القديمة وبنفس الممارسات القديمة. والمسألة مش مسألة إن حسن النوايا. يعني أنا لفت نظري مثلا في الحرية والعدالة، اللي يعني لو تسمحي لي ان اعمل تعليق كده، ان هي افتكرت جورنان مايو
لما كنا بنقرا زمان بس يعني بس الجريده التي كانت ناطقه باسم الحزب الوطني المنحل بالظبط. فهو في الصفحه 4 وصفحه 5 قدام بعض حاجتين يلفتوا النظر: عوده عسكري الدرك النيو لوك، وفي تلميع للاجراء رغم ان هو غالبا مش دي هي دي المشكله اللي هتحل الامن في الشارع، وتقرير في الصفحه 4 50 شهيد للشرطه في 10 اشهر وعشرات الانتهاكات ضد حقوق المواطنين. بس العنوان الاساسي بقى: الشرطه بعد الثوره تضحيات كبيره وتجاوزات فرديه. تجاوزات فرديه بالزبط. عدنا لنفس المصطلح اللي كان بيستخدم قبل كده. طبعا هو احنا بنؤكد انه يعني احترامنا وتقديرنا لجهاز الامن، ولكن نؤكد كمان على انه هناك دور حقيقي مطلوب من هذا الجهاز، و محدش يقدر ينكر انه يوم 25 يناير هو كان يوم عيد الشرطة. مع احترامنا وتقديرنا واحتياجنا كأي شعب في العالم لجهاز أمني قوي يحمي أمن الوطن والمواطنين، ولكن بشكل يحترم حق الإنسان ويحترم كرامته، بعيدا عن انتهاك وبعيدا عن تعذيب وبعيدا عن تلفيق. للأسف البعض يرى أنه ما زال مستمرا، وغير الأستاذ وائل عبد الفتاح كان في أكتر من مقال بيتكلمهم على أنه هذه الحملة الإعلامية الصحفية أو فضائية المتواجدة من قبل يعني الجهاز الإعلامي للداخلية هو للعودة بشكل قوي وللتأكيد على استمرار نفس السياسة التي كانت متبعة من قبل. هل تتفق مع نفس الرؤية؟ طبعا، وشايف ان هو في الحملة يعني في حملة دعاية في السكة دي. وانا رأيي ان المسألة مش فكرة ان يعني اصلاح جهاز الشرطة بان هو يتشال مجموعة اسامي وتتدعم باسامي تانية، او بان الكلام عن الاخلاق والكلام عن القيم. إصلاح جهاز الشرطة بيتم من عن طريق واحد هو الرقابة الشعبية والمجتمعية الحقيقية على الجهاز ده، وإن يتحاسب مجتمعيا وشعبيا. مفيش أوض مقفولة ومفيش فكرة إن دي تجاوزات فردية طول الوقت بتطنش. لما في ضابط شرطة، لما ضابط شرطة يقول إنه أنت فاكر إن الثورة دي خرجت في الشارع، الثورة دي عندكم، وده كان الكلام لتقادم الخطيب بعد ما كتب أكتر من 40 تويتة بيرصد فيها كل ما حصل، وده مش جديد على فكرة، ده بيتقال للناس في الشارع طول الوقت. طب هل معنى كده أنه أصبح من المستحيل تماما أنه يحصل فعلا تغيير، ولا هي برضو يعني محاولة للإصرار أو التشبث بما كان عليه الجهاز، ولكن إن شاء الله هيكون في تغيير للأفضل وهو أفضل ليهم وأفضل لينا؟ لا، هو مش فكره مين افضل لمين. هو يعني النظام الجديد النظام الحاكم حاليا مش من مصلحته ان هو يعمل اعاده هيكله لنظام الشرطه. هو بس اللي بيحاول يعمله ان هو يستخدم جهاز الشرطه كقبض التخويف تجاه المواطنين زي ما نظام مبارك كان بيعمل. طبعا ما فيش القوه اللي تسمح له ان هو ينزل دلوقتي في يضرب مظاهره من 200 واحد او 300 واحد واقفين في الشارع، لاني بس الهدف اللي على المدى البعيد ان الجهاز اداؤه يكون نفس اداء جهاز الشرطه ايام مبارك. الحل الحقيقي بيكون باعاده هيكله جهاز الشرطه، وبان يبقى فيه اشراف قضائي مباشر عليه، والاهم بقى من الاشراف القضائي اللي عليه رقابه شعبيه ومجتمعيه على الجهاز ده، وان يبقى شفاف، في شفافيه حقيقيه. ودي عمليه مجتمعيه صعبه جدا ما تتحققش غير لما الثوره دي تنجز، وما تتحققش في سنه ولا اتنين ولا يمكن خمس سنين، محتاجه وقت الجميل. ومحتاجه اصرار. وسؤال الفيسبوك: هل يقوم الامن بالدور المطلوب لمواجهه التحرش الجنسي؟ اراء حضراتكم جاءت كالتالي: نعم بنسبه 21%، لا بنسبه 79%. ده استطلاع موجود على الفيسبوك وحضراتكم كلكم مدعوون للمشاركة فيه. ونؤكد ان احنا على الاطلاق محناش ضد اي ضابط شرطة ولا اي عسكري ولا جهاز الشرطة. جهاز الشرطة ووزارة الداخلية في اي دولة في العالم هي لحماية امن وامان المواطن، وبنشوف طول الوقت ازاي حتى بيتم القاء القبض على المشتبه فيهم او حتى المتهمين اللي بيدوروا عليهم، بيتم توقيفه بشكل معين، بيتم قراءة حقوقه عليه، حتى المحافظة على راسه وهو داخل العربية اللي هو بيتم اقتياده من خلالها لا مكان حبسه أو التحقيق معاه. كلامنا أو إبراز الانتقادات من خلال بعض وقائع مش هدفه إضعاف الجهاز زي ما البعض بيصور أو بيقول، بالعكس هو الهدف الأساسي هو أنه يكون أقوى ويكون أقدر على
القيام بمهمته. والحقيقة أنه عدد كبير جدا، وأنا عن نفسي صادفت منهم كتير، سواء من خلال أصدقاء أو من خلال قرايب أو من خلال بقابلهم شخصيات بقابلها بالصدفة، من داخل الجهاز سعداء جدا بالثورة، وكان عندهم أمل كبير جدا أنه فعلا يكون في شفافية، وأنه فعلا يكون في رقابة، وأنه فعلا يكون في إعادة ضبط وربط داخل الجهاز، ومن ثم يستطيعون أن يضبطوا ويربطوا في الشعب أو في الشارع المصري وخارج الجهاز نفسه. طيب، من ضمن الأمور اللي بتؤرقنا جميعا، حيث أنه حضرتك مقيم في أوروبا، بتيجي طبعا وبتروح، ولكن أكيد ملاحظ أزمة الكهرباء. الكهرباء بتقطع كتير جدا، ولكن مؤخرا مش بس بتقطع، كمان الفواتير زادت بشكل مبالغ فيه. الناس شايفة الحكاية دي إزاي في الشارع المصري؟ خلونا نخرج ونشوف من خلال الاستطلاع التالي. أنا شايفة فاتورة الكهرباء بتزيد جدا، ونفس المعدل اللي كنا بنستخدمه هو نفس المعدل، يعني مفيش حاجة بتزيد، يعني ما جبتش حاجة زيادة في بيتي أو ما جبتش جهاز جديد خلى الفاتورة تعلى كده. بالعكس، أنا يعني بقيت دلوقتي أرشد استهلاكي ومخلية بالي قوي علشان أشوف المقياس يعني اللي زيادة. مرة 35، مرة 37، مرة 40، مرة 105، مرة 90، ما نعرفش الزياده دي. تيجي في الشهر بتاع 70 و80 جنيه و100 جنيه، مره جات لي شهر ب 300 جنيه، رحت عملت اختار ان 300 جنيه ده دفع 70 جنيه. زادت قوي، يعني كنت بدفع حاجه و40 لقيت نفسي دافعه 62 الشهر ده، واللي قبليه 95. زادت قوي. اي نعم عندي تكييف بس مش بولعه، مثلا وغساله شغاله او بشيل الثلاجه، يعني انا ببقى حريصه. عادي ما بتزيدش قد استهلاكنا. حلو جميل كده، يا ريت حلو كده. فاتوره الكهرباء في زياده باستمرار يعني، ودي حاجه ملحوظه وملاحظينها يعني. وخصوص الكهرباء لما ضافت موضوع الزباله، طبعا ما فيش حد بيستفيد من الموضوع دوت. فاذا كان محصل الكهرباء هيحصل موضوع الزباله من على الفواتير، المفروض ان المحصل يدي 30 كيس لكل شقه. انا يعني شايفها بتزيد كل شويه طالعه في الزياده، مع ان يعني مش مركب تكييف ولا مركب، لا مؤاخذه في الكلمه، عندي حاجه تانية يعني، هي الثلاجه والتلفزيون. الكهرباء من وقت للتاني مش منتظمه، حتى في أجهزة كتير في البيت بتبوظ، ومع ذلك الفواتير بترتفع، يعني السعر بتاعها بيرتفع. بنيجي نتكلم في الموضوع دوت، يقول لك في خلال في سنة كده، في شهرين في خلال السنة بيزيدوا تلقائيا. احنا عاوزين نعرف في الشهرين دولت ايه، لان ممكن يجوا في أول السنة وفي نص السنة وفي آخر السنة. عاوزين حد يحدد لنا. المفروض ان هو يجيب لي الفاتورة بعد ما اشوف قراية العداد. لا، ده هو بيقعد بالثلاث أشهر ما بيجيش ياخد قراية وبيجيب لي الفواتير. طب جايب لي الفواتير على أساس ايه؟ يعني كل ده حساب على حساب مين؟ على حسابنا احنا، مش على حساب اي حد. وفي ناس مش لاقيه، والناس ظروفها تعبانه جدا جدا. شكرا جزيلا محمد ابو عيطة. الناس بتشتكي، معظمهم بيشتكوا، وفي ناس تانية بيقولوا عادي، يعني على قد استهلاكنا على قد ما الفواتير بتيجي. بس احنا لاحظنا طبعا اعمدة النور اللي موجودة في الشوارع وعلى الطرق السريعة، وهي والحمد لله منورة بالنهار، ولكن بالليل الدنيا ضلمة تماما. ولما بنسأل ليه ضلمة، فبيقولوا علشان نوفر كهرباء. طب ليه منورة بالنهار؟ محدش بيرد. طبعا في اكتر من توجه لترشيد الاستهلاك وتخفيض استهلاكنا للكهرباء، لانه في مخاطر كتيرة ويعني مشاكل كتيرة، ومنها وابرزها قرار اغلاق المحلات الساعة 10 مساء، وده كان المفترض انه يتم البدء في تطبيقه بعد العيد مباشرة. ازاي شايف القرار والتوجه ده، خاصة ان كل الناس بيقولون النهاردة ده طبيعي جدا في اوروبا وفي امريكا، المحلات بتقفل 6 وبتقفل 7 احيانا، يعني في الأجازات تقفل 8، بس هنا في موجة يعني غضب ضد هذا القرار. طبعا اللي احنا كنا بنتكلم فيه وقت التقرير، ان هو يعني هل ممكن يحصل تراجع؟ لا طبعا، غالبا هيحصل تراجع عن القرار، متوقع انه يبقى في تراجع، هو مش بشكل رسمي، ولكن يعني بس بعد الاشارات. احب استعير تعليق قاله سواق تاكسي، قاله لي سواق تاكسي من يومين، قال لي هم عايزين ينيمونا من بعد العشاء عشان هم كانوا بيناموا من بعد العشاء. هم مين؟ هم الإخوان المسلمين.
هو كان يقصد تحديدا الاخوان المسلمين. وانا انا بنقل اللي هو ولكن مثلا يعني نكتشف انه يعني من ضمن الوزارات اللي دعت لاتخاذ مثل هذا القرار مثلا وزاره البترول وزاره الكهرباء ويعني وزاري الكهرباء والبترول مش اكيد ما بيحلش يعني المشكله، ولكن اقصد عشان بس ما يبقاش يعني القاء الاتهامات او تحديد المسؤوليات وتحملها على توجه واحد يعني دول مش تابعين للاخوان المسلمين. لا ما هي الوزاره تابعه للاخوان المسلمين. الدكتور هشام قنديل ده رئيس الوزراء المتعين من رئيس الجمهوريه، فهو تابع طبعا للاخوان المسلمين، يعني الاخوان المسلمين هم اللي بيحكموا، هو الحزب الحاكم دلوقتي، فهو بالمعنى دوت يعني كان بيقصد الاخوان المسلمين. انا ما طبعا انا مش خبير في ان انا اتكلم ازاي يتم ترشيد انفاء الكهرباء، بس هو اكيد ان قرار ان المحلات تقفل الساعه 10 والقهاوي الساعه كام والفنادق والمطاعم السياحيه ساعه محدده، ما اعتقدش ان هو ليه علاقه قوي بموضوع الكهرباء. ليه علاقه بمحاوله فرض نمط حياه جديد علينا داخل اكتر في ان يبقى في نظام، في ضبط وربط، وفي سلطه جديده بتقول هتخشوا البيوت الساعه كذا ومش هتخشوا البيوت الساعه كذا. ليه علاقه بالسياسه ان الناس ما تبقاش موجوده في الشوارع، ما تبقاش موجوده في القهاوي، والحوارات السياسيه تقل. بس هو في الاخر هو سلاح ذو حدين لانه هيجيب نتائج عكسيه. في بلدان تانية اللي اتعملت فيها التجارب دي الناس عملت ايه؟ الناس طلعت، وطبعا في اماكن اللي هي حر زي مصر الناس بتطلع بتحط الكراسي قدام البيوت وبتقعد وهتتكلم برضو في السياسة وهتتكلم وهتنتقد بالضبط وعلى الكباري. فيعني ففي الآخر يعني احنا مش الشعب اللي هينيموه بدري. صحيح. يعني مش الشعب اللي يقولوا روح نام بدري فهيروح نام بس بدري. متوقع انه يتم التراجع عن تطبيق هذا القرار يعني لانه هيبقى فيه معارضة قوية جدا للإجراء لما يبتدي. عندنا خبر مهم جدا وخطير جدا الحقيقة في نفس الوقت، ائتلاف تجار بورسعيد يقرر تشكيل لجان شعبية مسلحة لمواجهة التهريب من بورسعيد ومن المنطقة الحرة. التصريح ده قاله أستاذ محمود فؤاد أمين ائتلاف تجار بورسعيد، وقال إنه الائتلاف قرر تشكيل هذه المجموعات الشعبية المسلحة بأسلحة مرخصة لمواجهة المهربين اللي دمروا موسم عيد الأضحى على التجار وخسروا خسائر كتيرة جدا بسبب التهريب المستمر. معانا على تليفون الأستاذ البدري فرغلي عضو مجلس الشعب الأسبق عن بورسعيد. صباح الخير يا أستاذ بدري. أيوة صباح الخير. إزاي شايف يعني التشكيل لجان شعبية مسلحة ونحط مليون خط تحت مسلحة لمواجهة التهريب؟ هو بورسعيد بتعيش كارثة جديدة وأزمة جديدة، يعني أزمات بتتوالي عليها، آخرها هو سيطرة المهربين على المنافذ وعلى الميناء نفسه. يعني ميناء بورسعيد ومنافذها سقطوا بالفعل تحت أقدام المهربين. المدينة اللي هي بيسموها مدينة حرة لم تعد حرة، إن البضاعة والتجارة بتطلع مباشرة بدون جمارك، وان المدينه بقت خاليه تماما من اي سلع ومن اي بضائع، وده يعني شيء بيحزن. يعني اكيد وضع صعب جدا بتتعرض له المحافظه اللي كان الكل بيتوجه ليها علشان يستفيد من وجود المنطقه الحره. طيب الوضع ده ازاي نواجهه استاذ بدري فرغالي؟ هل بلجان شعبيه مسلحه يعني فكره المسلحه هنا مش بتنذر بكارثه خطيره هتاثر اكتر بشكل سلبي على بورسعيد واقتصادها؟ هو للاسف الشديد كل جهات الامن في بورسعيد اعلنت الحياد والاستقلال. هل يعقد ان كل اجهزه الامن بلا استثناء تترك المدينه عاريه تماما دون اي مقاومه؟ هل يعقد ان الامن نفسه هو اللي يحرس المهربين؟ ان الامن نفسه هو اللي يطلب عدم الاشتباك مع المهربين؟ هل يعقل ان المدنيين ابناء بورسعيد هم اللي يقوم التهريب؟ هل يعقل ان المنافذ الجمركيه والميناء يصبح محتل بالقوه المسلحه بالبلطجيه؟ هل دي ميناء موجوده في العالم؟ طب هل فعلا الامن مختفي تماما من بورسعيد؟ الامن ما بيامنش تماما الامن البلد؟ الامن غير موجود على الاطلاق. على الاطلاق لو شكليا
يعني ممكن تتلاقي عسكري مرور. لكن انا عاوز اعرف قوات الامن المتعدده دي المتعدده. طيب احنا بنشكرك على توضيح الصوره استاذ البدري فرغالي، ويبقى وبشكرك شكرا جزيلا، ويبقى سؤالنا هل من الممكن ان يكون الحل بتشكيل لجان شعبيه مسلحه؟ معانا الاستاذ محمود فؤاد امين ائتلاف تجار بورسعيد واللي اعلن عن تشكيل هذه اللجان الشعبيه. صباح الخير استاذ محمود فؤاد. اولا الاسلحه دي حصلتوا عليها منين وازاي ممكن تاخدنا في النهايه الى حل ينقذ اقتصاد بورسعيد؟ الو صباح الخير يا استاذ محمود. صباح الخير يا فندم. حضرتك سمعت سؤالي يا فندم؟ ايوه يا فندم. طيب اتفضل. بالنسبه للاسلحه احنا ما حصلناش عليها، الاسلحه موجوده فعلا عند حوالي 9% من التجار الموجودين. معاهم ترخيص بحمل السلاح. معاهم ترخيص بحمل السلاح. تمام يا فندم. طيب دلوقتي الاسلحه دي مش هتكون مع التجار، ده هتكون مع لجان شعبيه. واللجان الشعبيه حضرتك عارف ما بيكونش فيها فرد ولا اتنين، ده هيكون فيها مجموعه. اللجان الشعبيه دي كلها تجار. كل اللجان الشعبيه تجار. لان احنا وصلنا لمرحله ان الامن مسؤوليه كل مواطن. مسؤوليه كل مواطن ازاي يا فندم؟ ما احنا عندنا جهاز امن وعندنا شرطه وعندنا امن عام. احنا عندنا جهاز امن هيكلي لا يفعل اي شيء. طب وهل الحل يا فندم ان احنا نشيل السلاح وننزل ندافع عن يعني في ايام الثوره يا فندم شلنا كلنا عصر وشلنا شوام ونزلنا دفانا. تمام يا فندم؟ طب ما تخلينا في العصي والشوام احسن يا فندم. مش هندخل يعني في السلاح دي هتنزل بكارثه. لا يا فندم ان شاء الله مش تنزل بكارثه لو الامن شاف شوام. طب يعني ده نعتبره تحذير تهديد او جرس انذار موجه ل يعني وزاره الداخليه ومديريه امن بورسعيد، لو ما قمتوش بالواجب مثلا هنضطر لاستخدام الاسلحه؟ يا فندم احنا صوتنا اتبح من كتب منادينا ان الامن يشوف شغله. النهارده احنا كتجار، النهارده احنا بنواجه مشكله الدوله مش قادره تحلها. مع ان الحل بتاعها سهل وبسيط جدا. منع التهريب. منع التهريب، طب قول لنا 1 2 3 ازاي يتم منع التهريب؟ يعني خلينا نساعدهم. اولا يا فندم ان الدوله النهارده فيها اجهزه موجوده وفيها وزارات موجوده عباره عن وزاره هيكليه لا تفعل اي شيء. النهارده في بضائع مهربه في مدينه الامطار بالمليارات، بالمليارات مش بالملايين. البضائع دي النهارده مسؤوليه وزاره التجاره ووزاره التموين. يعملوا ايه يا فندم؟ في ثلاث خطوات، في ثلاث نقاط، يعملوا ايه؟ لازم يا فندم النهارده تطلع لجان النهارده من جميع الوزارات. وزاره التموين ووزاره التجاره ووزاره الداخليه. طيب بيطلع لجان من كل الوزارات دي نمره 2؟ ايوه يا فندم، النهارده كل ده هيخش لصالح الدوله، هندخل مليارات لصالح الدوله. تمام. الفلوس دي هنستفاد منها كلنا. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمود فؤاد امين ائتلاف تجار بورسعيد، ونتمنى ان صوتك يكون وصل للساده المسؤولين سواء مسؤولي وزاره التجاره وساده في مجلس الوزراء وساده في وزاره الداخليه وامن بورسعيد. يعني هو حضرتك لخصتيها في كلمه كارثه. هي فعلا كارثه. فعلا كارثه، ووضع اللي هو صعب تجاوبي عليه في جملتين. في امن غايب ومش موجود ما بيمارسش دوره، في عمليات تهريب. طبعا عمليات التهريب في بورسعيد من زمان قوي ملهاش علاقه بالثوره، هي من زمان. يعني بورسعيد مكان مليان سلع مهربه، وفي نفس الوقت التجار عايزين يحموا شغلهم وعايزين يحموا مصالحهم، فبيقرروا يعملوا لجان شعبيه مسلحه. لجان شعبيه مسلحه لو احنا حركنا الاسم شويه ممكن نقول ميليشيا مسلحه، وده معناه ان احنا دخلنا في مرحله خطر، ان كل طائفه كل مجموعه كل حزب هيعمل المجموعه بتاعته اللي بالظبط المسلحه بتاعته اللي بتحميه في ظل غياب الدوله. يعني احنا ولا نهينا يعني ولا قضينا على دوله الفساد بتاعت مبارك وبنينا دولة جديدة، احنا سيبنا الحاجات نص نص. وإن كنا في وقت مبارك كنا بنتكلم طول الوقت على انه الامن هو امن سياسي او امن المسؤولين، للأسف الشديد بنلاقي عدد كبير جدا من قوات الامن اللي موجودة لتأمين السيد الرئيس والسيد الوزير لزياراته والصلواته والخطبه والمؤتمراته، وتبقى مدينة زي بورسعيد وعلى ألسنة سكانها ومواطنيها خالية تماما من الامن او عارية كما وصفها الأستاذ
اسال بدري فرغلي عشان بس ما تكونش كل اخبارنا نكد على الصبح. في خبر من الأهرام، تمليك أراضي سيناء للمصريين وحق الانتفاع للأجانب، ولجنة برئاسة السيد رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل لتشجيع الاستثمار في الوادي الجديد. وكان في حديث أيضا عن محاولة لتوطين حوالي 3 مليون مواطن مصري في سيناء، وسط سيناء وشمالها وجنوبها خلال السنوات القادمة. هل اتغيرت الرؤية لسيناء؟ لا، الرؤية ما تغيرش لسينا. يعني خلال 30 سنة اللي فاتوا، خلال 40 سنة اللي فاتوا، سينا مكان مهمش وبيتم تجاهله طول الوقت وكأنه مش موجود. بيفتكروا سينا بس لما بيحصل مشكلة أمنية. وفي ناس، في نشطاء من سينا من قبل الثورة بيتكلموا في المسألة دي. ممكن يكون لفت معانا واحد منهم الحقيقة على التليفون، الأستاذ مسعد أبو فجر، ولكن للأسف طبعاً شديد بعد ما اتصلنا بيه وتم الاتفاق يعني قطع الاتصال، وفيما بعد كان التليفون غير متاح. ما هو يعني مسعد من الناس كمان اللي عارفة كويس قوي اللي بيحصل جوه سينا. هو أنا يعني سينا القرارات لازم يبقى في مشروع سياسي، مشروع قومي للتعامل صحيح مع سينا. ما يكفيش مجموعة تصريحات أو مجموعة إجراءات لتمليك الأراضي ونقول إن هم خلاص أخدوا بالهم من سينا وحلوا المشكلة. في كامب ديفيد اللي فيها مشكلة حقيقية، ولو إحنا لو في دولة جديدة، في ثورة جديدة بتتكلم على سيادة المصريين على كل الأراضي المصرية، اتفاقية كامب ديفيد لازم يحصل إعادة نظر فيها. النهاردة القضاء الإداري بينظر هذه القضية ضمن قضايا كتير جداً بينظرها القضاء الإداري. القضاء الإداري ينظر اليوم دعوة أيضاً ضد مرسي وأنديل لإلغاء اتفاقية كامب ديفيد، واليوم نظر دعوة إلزام مرسي بغلق الأنفاق بين مصر وغزة برضو في القضاء الإداري. القضاء الإداري يصدر اليوم حكمه في دعاوى وقف الانتخابات البابوية على الرغم من إجراءها بالأمس برضو القضاء الإداري. القضاء الإداري ينظر اليوم دعوى الإفراج الصحي عن الرئيس السابق حسني مبارك. القضاء الإداري ينظر اليوم دعوى قضائية تطالب بالكشف الطبي على الرئيس محمد مرسي. القضاء الإداري ينظر دعوى إلغاء وقف رئيس تحرير صحيفة الجمهورية جمال عبد الرحيم عن العمل. القضاء الإداري يفصل في بطلان قرار تعيين رئيس تحرير جريدة الجمهورية. القضاء الإداري عنده كتير قوي. احنا كده تهدى معلش. كم قضايا غير عادية. طيب في مع يعني نهاية فقرتنا طبعا الإعصار ساندي أو الإعصار المدمر زي ما بيصفوا الكتير بيجتاح الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية ولكندا وجزء من أمريكا اللاتينية. حوالي 3 مليون مواطن أمريكي تم إجلائهم عن بيوتهم ومنازلهم، 50 مهددين حتى الآن بالتضرر وإخلاء منازلهم، بالإضافة إلى حوالي 17 حالة وفاة في أمريكا وكندا حتى الآن. التعامل مع هذا الخبر اختلف بشكل كبير وخاصة على صفحات التواصل الاجتماعي، ما بين الشماتة غير العادية والشر غير العادي اللي طالع في التويتات، ما بين السخرية من اسم ساندي والسؤال يا ترى لو عندنا في مصر هيكون اسمه إيه؟ هل جمالات ولا عصيات ولا يمكن رانيا؟ وكمان الحقيقة وده شيء مهم جدا، تعامل الدولة مع مواطنيها اللي في الخارج. طبعا كتير مننا بينسوا انه لدينا عدد كبير جدا من المواطنين سواء مصريين او عرب متواجدين في الولايات المتحدة الامريكية. هذا المشهور، هذا البيان اخرجته او اصدرته السلطات السعودية انه اي من مواطنيها تعرض لاي خطر هيتصل بفريق الطوارئ، وآدي الأسماء 1 2 3 4 5، 5 أسماء بخمس أرقام، يعني لو رقم ده ما بيردش في آخر 5 أرقام لدينا يتصل بها المواطنين السعوديين. طب المصريين يعملوا إيه؟ مفيش أي حاجة على الإطلاق. احنا حاولنا نتكلم مع السادة في القنصلية المصرية في نيويورك، كان صعب، والواضح انه في بعض المشاكل خاصة من بعد زيارة السيد الرئيس الى هناك، وربما كان هناك بعض الانطباعات عن ادارة الامور في القنصلية لم يسترحوا اليها، وبالتالي في عزوف هنا تايمز سكوير. تايمز سكوير من اشهر شوارع العالم ونيويورك طبعا اول مرة يكون بالشكل ده، ما هوش منور كالمعتاد وخالي تقريبا من دي من اهم الجسور اللي بتربط ما بين نيو
جيرسي ونيويورك وشايفينها بالشكل ده. دي الشوارع اللي موجودة في نيويورك ونتيجة لإعصار ساندي. التعليقات بقى على فيسبوك على تويتر أقصد، كتير من تعليقات مستخدمي فيسبوك وتويتر على صور إعصار ساندي مخيفة ومقززة. التطرف يخرج من عقاله في أوقات الشعور بالقوة والمأمن، استقيموا. ده أي منصور 87. ريري بتقول أكبر مستشفى في نيويورك يتم إخلاءها لانقطاع الكهرباء وتعطل المولدات، هو أنديل راح هناك. سؤال بتسأله محمد يوسف سلامة بيقول يا ترى لو حصل عندنا إعصار هنسميه إير؟ الإعصار عويس، الإعصار رانيا، الإعصار جمالات؟ محمد يوسف سلامة برضو بيقول إحنا لو حصل عندنا إعصار من أبو ساندي عايزين لنا ولا 100 سنة عشان ننهض، إكمن النهضة عندنا بطيئة حبتين، ربنا كبير. دكتورة رشا عبدالله بتقول إنه يعني من المثير للاهتمام إن هي تشوف المصريين مهتمين بالإعصار ساندي في نفس الوقت اللي كتير منهم ما سمعوش عن أندرو وكاترينا، ودول كمان إعصارين كانوا مدمرين وكانوا ضربوا الولايات المتحدة الأمريكية. جيمي جمال وبيصف نفسه من بإنه سلفي بيقول إعصار ساندي كارثة تضر الإنسانية مهما اختلفنا مع سياسات أمريكا، ما يجمعنا كبشر أكبر بكثير مما يجعلنا نتمنى الشر لبعضنا. يعني هو طبعا يعني السخرية من موت ناس ومن الخطر اللي بيتعرض له ناس في أي مكان في الدنيا ملهاش محل، يعني ملهاش محل وملهاش منطق في الحقيقة. طب في سؤال بيطرح نفسه والحقيقة سؤالته قبل الهوا مباشرة، ايه السبب في تسمية ساندي بساندي؟ ما عنديش فكرة فعلا. بس التسميات اصل الاعاصير دي عادة جاية من الكاريبي، من منطقة الكاريبي، يعني جاية من الجنوب وبتطلع على بتطلع على الشمال. طب لو جه عندنا هيبقى اسمه ايه؟ الله اعلم. بس يعني بس لو جه عندنا هيبقى في مشكله ضخمه، أكيد. يعني على الاقل هنا المواطنين يعني محذرين من قبلها. لا وفي حاجه تانية، في دوله بتحترم مواطنيها فبتجهز لهم ملاجئ وبتوعيهم ازاي يواجهوا الاعصار. صحيح. في مستشفيات وفي رعايه طبيه وفي امن غذائي بمعنى مال للفترات دي. حتى في كوبا اللي هو بلد فقير، او في المكسيك، او في فنزويلا، يعني مش بس امريكا. فلما في دول بتحترم مواطنيها الضحايا بيبقوا أقل، لكن لما الدول ما بتحترمش مواطنيها لو جه هنا يعني الزلزال، لو فاكرة يعني زلزال 92 كمية الخراب اللي سابه كان شكلها ايه. ربنا يستر علينا كلنا، ونتمنى ان احنا في يوم من الايام نجد هذه الاحتياطات اللي بتتخذ لمواجهه اي شيء سواء كارثه او مش كارثه. هنا النهارده على فكره بيطبق اوباما حاله الطوارئ، ولكن شوف فرق ما بين طوارئ وطوارئ. في النهايه بشكرك شكرا جزيلا استاذ باسل رمسيس، وبشكركم مشاهدينا. وبعد الفاصل هنتكلم على التحرش الجنسي في الشوارع المصريه، ازاي نواجهه، ايه الاسباب، هل متفقين ولا مختلفين مع الدعوه للتحرش بالمتحرش أو وصمه برشه بلون معين. هنتكلم في التفاصيل دي في فقرتنا عن التحرش الجنسي.